فوز كبير لبرشلونه على توتنهام باربع اهداف مقابل هدفين. تامر، اللي حصل في الشوط الثاني كان ايه علشان برشلونه يرجع بالقوه دي؟ طيب احنا في بين الشوطين بحمد ربنا ان انا قلت لك انا بحلل بعيدا عن النتيجه، وقلت لك توتنهام عنده مشاكل دفاعيه وهو كسبان 2-1 الشوط الاول. حلو. المشاكل كمل على نفس النهج اللي اتبعه في الشوط الاول، حته الدفاع اللي متقدم بضغط. هو لما بيضغط يا كريم ده مش معناه انه بيخسر الكوره على طول، لا بيقطع الكوره اوقات كتير واوقات بيخسرها. بس قلت لك الكوره اللي هتخسرها مع فرقه فيها بتلعب كوره زي برشلونه او لما ترجع الدوري المحلي زي مان سيتي هتدفع الثمن غالي قوي. دي الحاله اللي ما لحقناش نعرضها في الشوط الاول عشان احتراما لوقت زمايلي. الكرة دي نفس الموضوع، انت خرجت ادي الاربعه اللي في الخط الخلفي، الكرة اتقطعت، بص لنفس نفس المنظر، اتقطع في ظهر المدافعين، المساحه كبيره جدا انك بتلعب دفاع متقدم. بس المشهد اللي زيزو اتكلم عليه 3 على 3 بالعرض خدمت رافينيا لكن ما حطهاش، جول مليون في الميه وجايله على رجله الشمال. الموضوع ده استمر، بس هنقف يا شباب لحظه، بس 4-4-1-1 زي ما الكتاب بيقول، وكمان الراجل السنتر باك طلع كمان علشان يبقى 3-1-4-2 في الحالة الدفاعية. يعني انت بتتكلم فيه كام لعيب من توتنهام يا كيمو في نص ملعب برشلونة؟ 1-4-5-2 قدامهم 7. امشي كده بقى الصورة، السبعة ما جابوش الكورة، وبالتالي هتبقى اللي في الحاله الدفاعيه ورا هيبقوا ايه؟ يعني معزولين، شبه تحليق بلغه الكوره كده زي ما بنقول، هم بيحلقوا ما بيضغطوش الضغط العنيف. ليه؟ لان الراجل اللي معاه الكوره ما فيش حد ضاغط عليه. أيوة. الوان تو هيتم، بص الراجل اللي جاي من الطرف الشمال شبه انفراد من نص الملعب، وبالتالي فرصه مشابهه جدا اللي انت شفتها مع رافينيا. فاذا هتدفع الثمن لو انت طلعت بالعدد الكبير ده في نص ملعب المنافس عشان تضغط، ولو ما جبتش الكوره هيبقى ده منظرك. ده الجول الثاني، التعادل انا جبته لك من الاعاده لان المخرج ما جابوش، لو رجعوا من بدايه الحاله معلش. بص بس يا شباب وقفوا، بس 3 ابيض في نص ملعب او على خط النص. عد كام واحد من توتنهام برضو راح في نص ملعب برشلونه؟ لخص يعني 7، لان 3 بس اللي واقفين في نص ملعب توتنهام. طيب جبت الكوره؟ لا، الراجل بيلعب الكوره الطويله في ظهر المدافعين، انفراد من نص الملعب. ليه؟ لانك دفاع متقدم، يعني ظهرك كله مكشوف بلغه الكوره كده، ظهرك عريان، فاذا في مساحات كبيره جدا للي عنده سرعات او عنده مهارات ويقدر يستعمل. وده اللي لعب عليه تشافي اعتقد، يعني ده عز اللي لعب عليه تشافي، ونزل له لعيبه بتمتاز بالسرعه زي لامين يامال، زي فران توريس، زي زلزولي، زي حتى تشافي الونزو اللي يقدر يحرك من الناحيه دي. ماركوس الونزو تشافي الونزو ده ان شاء الله هيجيبه يدرب ريال مدريد. صح. مدرب ليفركوزن.